السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شات يو دوت كوم ده في أكتر من حاجة، يعني حتى لما تيجي تبص بتلاقي مثلا إيه يو رايت، تمام، إن أنت تخليه يكتب لك مقالة مثلا، إن هو يعمل لك صورة. لما تيجي هنا في المور بتلاقي في شوبينج مثلا، لو أنت عايز إن أنت تتسوق، لو سوشيال بيدور في السوشيال، بيدور في الفيسبوك ولينكد إن والانستجرام والحاجات ديت، كود، تمام، يكتب لك هو كود برمجة متخصص، يعني بدل ما تسأل شات جي بي تي لا تخش تقول له انا يو كود، تمام. دي بقى ادوات كتيره جدا زي ما انت شايف، يعني بقى في برامج كتيره جدا او تطبيقات كتيره جدا جوه اليو. زي مثلا بتدخل اليو بتلاقي فيه حاجات خاصه بالاديوكيشنال بالشكل دوت، تقول له مثلا انا عايز فاكتس، يبدا يجيب لك اهم المواقع والتطبيقات. حاجات خاصه بالفيتنس، وممكن كمان انت شخصيا تبقى الموقع بتاعك مرتبط بالتطبيقات والبرمجه بتاعت يو، بتقول له انا عايز اعمل ريجستر للاي بي اي والاس دي كي الخاص بيو. ممكن تقول له انا عايز حاجه خاصه بالبحث في الشغل مثلا، فيجيب لك اهم المواقع الخاصه بالشغل. طيب ممكن مثلا نيجي هنا ونقول له مثلا يو رايت، فبتقول له انا عايز اكتب مثلا حاجه على شكل قصه، على حاجه على شكل باراجراف، حاجه على هيئه سوشيال ميديا. طيب الطريقة فريندلي، طيب انت عايز رسالة عن ايه مثلا، how to read a book، ونخليه يكتب لنا مثلا، فيبدأ يكتب لك البارجراف الخاص بكده. مخدش ثواني وكتب لك الحاجة اهوت. ممكن تقول له انا عايز حاجات زي كده، فيبدأ يكتب لك حاجات زي كده. ممكن تعمل لها شير لو انت حابب. طيب ممكن تبدا تشوف لو انت عامل حاجه بنت، انا مش فاكر اني عامل حاجه بنت. طيب ممكن بعد كده تقول له مثلا انا عايز حاجه خاصه بالصور مثلا، فبدا يشوف الكلمه اللي انت كنت بتعمل عليها سيرش ويجيبها لك. طيب خلينا نرجع هنا واقول له يو ايميجينج، انت عايز تعمل الصورة ايه. خلي بالك ان هو رابط نفسه بستيبل ديفيجن اكس ال و 2.1 و 1.5 وابن جورني وانيمي كل الحاجات دي. ممكن مثلا نقول له اكيد دوج ان سبيس، يبدأ هو يعمل لك حاجات بالشكل دوت. او ممكن تديله انت صوره وتقوله على حاجه معينه يبدا يحسنها لك في الصوره ديت. عمل لك اي صور القطه في قلب الفضاء، تقدر تدوس عليها بحيث ان انت تكبرها او تعمل لها داونلود زي ما انت عايز. بالاضافه كده تعالى دوس كده على كلمه اكستنشن، فيبدا يفتح لك الاكستنشن الخاص بجوجل كروم، ويبدأ بقى يقول لك ان انت تقدر تتعامل معاه. خلي بالك هو واخد تقييم عالي جدا، 50 واحد قيموه، من هو تقريبا 5.5 مثلا حاجه زي كده. تقدر تحملها بحيث في اي لحظه عايز تدخل على اليو تقول له انا عايز اتعامل مع اليو في اي موقع من المواقع، وتبدا ان انت تخليه يعمل لك سيرش او تكتب اي حاجه انت عايزها. موقع يستحق ان احنا نجربه الصراحه.